صمت شهر رمضان كامل وبعدين 6 من شوال، مع ذلك هينا صايمة وما نزل وزني. أنا مستغرب ليش وزني ما بنزل، هي كل هالفترة صايمة. هلا صايمين بفترة فرض الصيام بنهار، طب بالليل كيف نظامنا الغذائي؟ بناء على نظامنا الغذائي الوزن بنزل، أما إنه والله بس الصيام في النهار وبالليل مش مهتمين بأكلنا أكيد الوزن ما راح ينزل. الترتيب كالتالي، إذا حابين نتبع كمان الصيام المفروض إنه نهتم بحركة مستمرة أثناء الصيام، يعني ما نضلنا نايمين، وبالليل نحاول ناخذ وجبات لكن مقسمة وما يعني نوصل لحد الشبع المفرط، بس هيك بينزل الوزن. أما مش مهتمين باكلنا بالليل وبالنهار صايمين ونايمين ما راح يكون في نزول بالوزن، يعني هاي أكيدة. يعني ما تفكروا إنه مثلا مجرد صيام طويل فترات ايام طويله انه خلاص وزن لحاله راح ينزل، هو صام بفتره معينه عن الاكل، ماشي فتره طويله بس عوضناه هاي الفتره بكميات اكبر من الاكل، وخاصه انه بناكل كميات فوق حد الشبع، فوق احتياجاتنا. فنهتم بنظامنا الغذائي عشان يصير في خساره للوزن.